مكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي ينضم إلينا من كربلاء عبر سكايب. سيد الكريم، بداية مرحبا بك. إلى أين تتجه بوصلة تشكيل الحكومة المقبلة؟ يعني هناك معلومات تشير إلى أن تحالف الصدر مع المالكي بات قريبا في إطار قد يجمعه ويقوده العامري. يعني هل اقتنع الإطار التنسيقي بأن التحالف مع الصدر الفائز بالأغلبية هو الحل لهذه الأزمة الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم ولمشاهدي قناة يو تي في الفضائية. في الحقيقة نحن في الإطار التنسيقي أعلنا موقفنا مرارا وتكرارا من هذا الموضوع، وأننا الآن لسنا بصدد أي حوارات جانبية هنا وهناك فيما يخص تشكيل الحكومة أو تحالفات هنا وهناك أبدا. لا زلنا في إطار رفض نتائج الانتخابات التي ثبت التلاعب بها بالشواهد والأدلة القطعية. كان لقاء لنا مع مبعوثة الأممية بلاسكارد في بغداد، وقدمنا لها الأدلة والوثائق التي تثبت هذا التلاعب. المبعوثة الأممية تعاطت مع هذه الأدلة بإيجابية، ووعدت منها سوف تكون محل دراسة جدية وحقيقية ومحل نظر.